تفضل. أمين في سعيد، بلا ما يضل نايم لبعد فضل. الظهر صاير كتير عم يغيب. فيقو وسوزان فيقة ولا أتركها نايمة؟ لا، تركيها ترتاح وتنام شوي. هالبنت يتيمة وما إلها حدا غيرنا هون. مبارح لما سمعت أصواتهم رجلي ما عاد حملوني من الخوف والله. يعني سوزان مستحيل تعمل هيك شي. خلصنا بقى من القصة مفهوم؟ لا تزيديها. يلا بابا. الله معكم، مع السلامة. الله يسلمك. شوفي خالي حورية، لا تشغلي بالك، والقصة أنا بحلها. لازم شوف فياض اليوم وأحكي معه ضروري. طيب الموضوع مو مستاهل توجعي راسك فيه، خلص أنا رح حاكي. إيه 40 57 ماشي. أنا وياكي منعرف منيح شو اللي صار مبارح وعلى شو كنتي ناوية. ما والله برافو عليكي، حكتي على كل البيت. بس لا تخافي، رح ضل وراكي لحتى اكشف حقيقتك، ووقتها ما رح يفيدك لا دموعك ولا كذبك. شو عم يصير معك؟ ورح يرموكي كمان برات هذا البيت. شاهي سعيد والله انا ما حكيت معي شي، ما بعرف ليش هيك عم تعمل معي. خلصي وليه؟ خلصنا شاهي. مفكرة حالك ذكية كتير ورح تقدري تضحكي على الكل؟ رح اكشف لهم حقيقتك وبتشوفي. ما رتأخي، روقي، تركيها بكفي بقى. يلا تعي معي، خلينا نحكي برا. يلا امشي، يلا تعي. وحدة شيطانة. سعيد انت لازم تصدقني، انا مربيتك من لما كان عمرك 5 سنين مثل امك. كنت تجي وتنام بحضني تذكر، وقت مرضك كنت اسهر عليك طول الليل. بعرف يا حبيبتي، معقول انسى هذا الشيء؟ يعني معناتها اسمعني وفهم علي، هاي البنت رح تخرب لنا حياتنا وما بعرف شو في بعقلها. انتوا لازم تصدقوني. مو لهالدرجه، طولي بالك. برايي لازم تنسوا يلي صار امبارح وترجعوا لحياتكم وكانه ما صار شيء وخلص. ما رح صدقها وكذب عيوني، هي وحده كذابه، فهم بقى. إذا بدك تنسى حقي عليك كل هالسنين وما توقف معي هلا، روح وخليك مع الشيطانة. شو صار لك؟ اللي عم تقولي ما بيفوت لعقل حدا. معقول بدها تفوت حرامي على البيت اللي عايشة فيه؟ طلعت مثلك مثل الكل هون، بس مو مشكلة. يا خسارة، شو بدي أقول؟ لا تزعلي منها ماشي؟ قومي البسي رايحين. يلا 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 يلا. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.